انا سعيد جدا ان انا معاكم، تمام، وسعيد جدا ان انا طبعا شفت كابتن عبد الستار النهارده، عشان يعني ده اخويا الكبير، بس يعني كابتني طبعا. يعني انا بقول لكم النهارده كده ربنا معاكم النهارده في الماتش، واهم حاجه طبعا تنفذوا تعليمات الكابتن عبد الستار عشان تكسبوا الماتش النهارده، واي حاجه المدرب بيقولها لازم ننفذها بالحرف، تمام. وانت طبعا اكيد كابتن عبد الستار طبعا الفتره اللي فاتت كلها بيمرنكم كويس وقايل لكم على تعليمات والكلام ده كله، لازم تنفذوها، تمام. ولازم طبعا الروح طبعا في الملعب، ولازم يعني تساعدوا بعض، ولازم تلعبوا كفرقه جماعيه مع بعض، مفيش حد بيلعب لوحده، تمام. ده السمة الفرق الكبيره اللي هي تبقى عايز تكسب بطولات وعايز تكسب ماتشات والكلام ده كله، لازم يبقى فرقه جماعيه. عشان كده النهارده كده ربنا يكرمكم ان شاء الله وتفوزوا ان شاء الله عشان خاطر كابتن عبد الستار. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حلو علينا باذن الله ونكسب باذن الله.